بكرة إن شاء الله مصر هتستضيف مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هتبحث الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماع سبل إنهاء الانقسام. طبعا احنا عارفين أن أكتر مشكلة بتواجه القضية الفلسطينية هي وحدة الكلمة، هي رأب الصدع ما بين الفرقاء الفلسطينيين، ودي مشكلة كبيرة جدا من 2006-2007 تقريبا حتى الآن. مصر بدورها استضافت أكتر من مرة اجتماع للفصائل الفلسطينية لكي يوحدوا كلمتهم عشان يقدروا يتعاملوا، خصوصا في ظل بقى الانتهاكات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة من قوات الاحتلال. طبعا ده الهدف منه هو تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس النهاردة في زيارة رسمية هتستغرق يومين، من المقرر طبعا عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده لمناقشة الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الجهود الكبيرة اللي تبذلها مصر لإنجاح وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام. معنا للتعليق على هذا الخبر الأستاذ العزب الطيب الطاهر، مدير تحرير الأهرام. يا أستاذ العزب مساء الخير عليك. أهلا، مساء الخير، أهلا بيك. يا أهلا بحضرتك. أعتقد أنه حاليا يعني إحنا في حاجة ملحة لإنهاء حالة الانقسام، خصوصا في ظل يعني المناوشات المستمرة وفي ظل الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال، وكان آخرها طبعا جنين. بالتأكيد أتفق معك تماما في أهمية الخراطة الفلسطينية الآن أو الفرقاء الفلسطينيين كما ذكرت قبل قليل، في محاولة جادة وسعي حثيث لإنهاء الانقسام المستمر منذ 2007 وحتى الآن، وهو انقسام في حقيقة الأمر أضر بالقضية الفلسطينية، صحيح، أضر بمصالح الشعب الفلسطيني، أضر بالنضال الفلسطيني، وبالتالي هناك شعور حقيقي لتجاوز هذه الحقبة السوداء في تاريخ الفلسطينيين. وعلينا نتذكر أن الدعوة لعقد اجتماع الأمناء العامين الفلسطينيين للفصائل الفلسطينية تم في الثالث من هذا الشهر، في نفس اليوم الذي سن فيه جيش الاحتلال عدوانه الواسع النطاق على جنين المدينة والمخيم، والذي أسفر عن يعني استشهاد أكثر من 12 فلسطيني، فضلا عن مئات الجرحى وتدمير البنية التحتية للمخيم. ومن ثم كانت هذه نقطة البداية، ولكن الحوار الذي سيعقد ظهر غد ويفتتحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمشاركة ممثلي وقيادات 14 فصيل فلسطيني، الكل مشارك ما عدا حركة الجهاد حتى هذه اللحظة. هناك اتصالات معها مع قيادتها من مصر وأطراف أخرى لمحاولة إقناع مسؤوليها للمشاركة في هذا الحوار. لديها تحفظات على بعض الأمور الداخلية، لكن أنا في يقين أنها يجب أن تشارك في هذه المرحلة، لأن الأمور ما تعترض عليه هو أمر تكتيكي وليس استراتيجي. الاستراتيجي الآن هو بناء وحدة الصف الفلسطيني حتى يمكن بلورة توافق وطني فلسطيني حقيقي يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة هذا الاحتلال بحكومته اليمنية المتطرفة. غدا سيلتئم الاجتماع كما ذكرت بمشاركة 14 ممثلي فصيل فلسطيني وبرعاية مصرية قوية، لأن مصر وأنت أشرت في مقدمتك إلى هذه الرعاية المصرية منذ أن أدب الخلاف بين فتح وحماس، وهي تقوم تطلع بأدوار مهمة وحوارات في القاهرة واستضافت أكثر من مرة، وهذا الاجتماع هو الثاني بالمناسبة في القاهرة للأمناء العامين، ومقابل ذلك استضافت قيادات من حماس ومن مختلف الفصائل وفتح وتواصلت اتفاقيات، ولا ننسى الجميع دورها كمان يا استاذ العزب في عمل هدنة بعد حالات التصعيد اللي كنا بنشوفها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. اعتقد ان ده واضح للكل، حتى انه بيتم التنسيق مع مصر تحديدا في كل حالة من حالات التصعيد دوليا. هذا مسار اخر من مسارات الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دور متعدد المستويات. اولا فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدة السياسية، أقول السياسية، للقضية الفلسطينية عبر آلية اللقاء القمة الثلاثية تعقد تقريبا بشكل دوري بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني أبو مازن. أيضا هناك الدعم المقدم للدعم المقدم للشعب الفلسطيني من خلال اللجنة العليا المشتركة
عقد اجتماعين في القاهرة، كان آخرها في يعني قبل في مارس الماضي، وتم اتفاق على أن تقدم مصر من خبراتها وجهودها الدعم الكامل لمؤسسة السلطة الوطنية. العنصر الأهم وهو المساندة اليوم القوية لصف الصيني عندما يتعرض لعدوان من قبل الكيان الصهيوني. رأينا في كل غزوات أو كل اعتداءات الجيش الاحتلال على غزة تقوم مصر بالمصارعة بإجراء اتصالاتها مع الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الأطراف العربية والأمريكية لوقف هذا العدوان والتوصل إلى هدنة. وأظن أن عدوان الأخير في غزة نجح تماما. مصر هناك عنصر أيضا، مصر لا تتوقف عند حد الهدنة، لكنها تقوم بتقديم تقوم بالمساعدة في إعادة إعمار غزة. وكما رأينا لسه في التحسيسي العام يعني في العدوان عدوان 2021 قام بتقديم 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، والشركات المصرية بدأت بالفعل. إذا هناك دور مصري فاعل ونشط في القضية الفلسطينية. ده الدور اللي بتقوم به مصر، يعني ده الدور اللي مصر بتتحرك من أجله. لكن تفسيرك إيه لطلب الرئيس الفلسطيني أن هذه الاجتماعات تعقد في مصر؟ دلالته إيه؟ دلالته أنه يثق في أن مصر أولا تقف بشفافية وعلى مسافة واحدة من كل الفرقاء الفلسطينيين، لا تضع في حسبانها إلا مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ورأينا مصر لم تقبل على سبيل المثال بما سعى إليه الرئيس الأمريكي السابق ترامب من محاولة ما أطلق عليه صفقة القرن، وبالتالي كان لوقفتها مع الأردن أيضا مع القيادة الفلسطينية كان هذه الوقفة دور مهم في إجهاض هذه الصفقة. ومن ثم الرئيس الفلسطيني يعتقد أو لديه قناعة بأن مصر ستوفر أولا الاستعداد اللوجستي لاستضافة هذا الكم الكبير من القيادة الفلسطينية. وكما نعلم ستعقد هذه الاجتماعات في مدينة العالمين، وهو تطور لأول مرة، يعني كل الاجتماعات كانت تعقد في القاهرة، وهو أيضا يعني ينبئ على أن المنطقة هناك قادرة على استيعاب الاجتماعات المهمة على المستويات السياسية العالية. كما نرى في ضوء توافر الأمن، في ضوء توافر الاستعداد اللوجستي، فنادق وقاعات مهمة، ثم أهم من ذلك توافر البيئة السياسية المصرية الاستراتيجية الداعمة للمصالحة الفلسطينية. ومن هنا تأتي يمكن تفسير دعوة الرئيس الفلسطيني لعقد هذا الاجتماع في القاهرة. وكما ذكرت هو الاجتماع الثاني لأمناء العامين الفلسطينيين، وأظن أن هذا الاجتماع الذي سوف يستمر لمدة يوم واحد سوف ينتج عنه ما يمكن أن يرضي الشعب الفلسطيني ويرضي القضية الفلسطينية على الأقل في الحد الأدنى. هناك صحيح قضايا خلافية صحيح، لا يمكن، لكن أعتقد يوم واحد آن الأوان بقى خلاص يا أستاذ عزب إن احنا نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة زي ما بنقول دايما، ويعني نوحد الكلمة عشان نقدر حتى نخاطب يعني المجتمع الدولي بكلمة واحدة. بالتأكيد أنا تابعت تصريحات معظم المشاركين في الحوار الوطني مجرة اليوم بمناسبة اجتماعات ثنائية بين العديد من الفلاسفة الفلسطينية، حركة فتح وحركة الجبهة الشعبية، كل الحركات شاركت في اجتماعات ثنائية في مدينة العالمين وثلاثية وربما ورباعية، كلها لتمهيد الأجواء الناجحة، لتمهيد الأجواء لإنجاح حوار الغد. ولم تبقى كما ذكرت إلا عقبة حركة الجهاد. رأينا الرئيس الفلسطيني عقد خلال يوم الخميس الماضي اجتماعين مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، وذلك لتمهيد الأجواء أيضا الإيجابية لإنجاح الاجتماع العالمين. ومن ثم الأمور كلها مهيئة، ولكن تبقى التفاصيل هي التي تحول دونها، التي حالت حتى الآن دون تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها الإرادة والله يا أستاذ عزيز تحت إشراف مصر. بقول حضرتك تبقى الإرادة ما هذا هو لك، يعني أنا يعني دعني أكون صريحا، إن لم يستغل الفلسطينيين هذه الفرصة التاريخية باجتماعهم على هذا المستوى وفي ظل رعاية من القيادة السياسية المصرية واهتمام من الأجهزة المعنية المصرية بإنهاء ملف المصالحة، ستكون هناك خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين يواجهون الآن حكومة هي يعني هي استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكنها الأشد دراوة في عدوانيتها
ورأينا أبو يعني نتنياهو يقول قبل أسبوعين تقريبا أنه يعمل ليس لإنهاء الدولة لإنهاء الفكر الدولة. كل تمنياتنا يا أستاذ العزب بإنهاء هذه حالة الانقسام والوصول بالفعل إلى كلمة واحدة. نشكر حضرتك العزب الطيب الطاهر مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.